حضرتك تقصد fire ولا not fire في ايه بالظبط؟ يعني اللي هو prepared ان هو to be fired او لأ؟ ما هو حسب بقى الاستراكشر بتاع النيورال نتورك يا منى. مش احنا المره اللي فاتت كان عندنا 9 رولز، في مجموعه منهم ما لهمش فاليوز فاحنا عملنا لهم اجنور، وفي ناس ثلاثة أو كملت أربعة فعلا بس اللي كملوا معانا، والباقي ما كملش. نفس الكلام نفس الكلام. اي حاجه بتديني زيرو مش هتبقى فاير، اي حاجه هتكمل معايا دي اللي فاير. فمثلا لو التسعه دول اربعه فاير هم اللي هستخدمهم بس، لو خمسه فاير هم اللي هستخدمهم بس، لو سته فاير انا اللي هستخدمهم بس، وهكذا. فده طبقا للاستراكشر بتاع النيورال نتورك، وايه اللي ادى فاليو في الفازي فانكشن، وايه اللي اداني زيرو فبيكملش معايا. وهنا برضو اللي رقم ثلاثة ده عباره عن الباي بيمالتبلاي اللينجويستيك فاليوز اللي طالعه. فمثلا لو ده طالع مثلا ب 0.3 واللي تحت طالع ب 0.6، كنا في المعمداني ابروتش بنعمل الاند اللي هي المينيمم، هنا بنعمل الباي اللي هو البرودكت ما بين التو لينجويستيك فاريبلز. يبقى الفانكشن في اللير رقم ثلاثة بتختلف عن المعمداني. المعمداني بيعمل الاند، لكن هنا بيعمل البرودكت ما بين التو لينجويستيك فاليوز اللي طالعين من اللير رقم 2. بيشرح هنا بالتفصيل بقى، بيقول لي اول لير ده لينير فانكشن شبه اللي هناك، وهنا هنستخدم الاوتبوت ايكوال الانبوت. لير رقم 2 بنعمل فازيفيكيشن، لير رقم 3 بنطلع الفايرنج سترينث اوف ذا رول ار كالكوليتد، عباره عن الاوتبوت من اول فازيفيكيشن ايكويشن تايمز الاوتبوت اوف سكند فازيفيكيشن ايكويشن. ودي هنطلع منها حاجه اسمها W1 و W2 لغايه W9. طبعا في حاجات هتبقى فاير وحاجات هتبقى بزيرو نوت فاير. بعد ما نكالكليت الويتس هنعمل حاجه اسمها نورماليزيشن. نورماليزيشن زي ما احنا عارفين بنديفايد اللي عايزين نعمله نورمالايزد على السمشن بتاع كل الويتس. فمثلا لو عايز W1 نورمالايزد وهم كان اربعه ويتس هم اللي حصل لهم فايرنج، هتبقى W1 على W1 بلس W2 بلس W4 بلس W5. ونفس الكلام بقى لما نيجي نجيب W2 نورمالايز هتبقى W2 فوق مقسومة على W1 بلس W2 بلس W4 بلس W5. لما اجي احسب W4 نورمالايز هيبقى W4 على W1 بلس W2 بلس W4 بلس W5. لو عايز احسب W5 نورمالايز هي عبارة عن W5 اوفر W1 على بلس W2 بلس W4 بلس W5. يعني بعمل نورمالايز للفايرنج ويتس في اللير رقم 4. فسي مثلا لو كان عندي اللي طلع من الارقام بتاعتي، سي مثلا زي المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين كان ربع مثلا وربع و0.27 و0.72. لو طلع لي مثلا حاجات زي كده عند اربعه ويتس هعمل لهم نورمالايز ازاي؟ همسك اول واحد ده واقسمه على السمشن بتاع الاربعه. يبقى اقول اول ويت نورمالايزد عبارة عن الرقم نفسه مقسوم على السمشن بتاعهم كلهم 0.25 بلس 0.25 بلس 0.27 بلس 0.72، وده اللي هيبقى W1 نورمالايزد. نفس الكلام همسك تاني واحد واعمله نورمالايزد، طبعا هو نفس الرقم فهيطلع نفس الفاليو. بعد كده 0.27 هتبقى مقسومة على 0.27 divided 0.25 plus 0.25 plus 0.27 plus 0.72، وآخر واحد normalized W5 normalized اللي هي 0.72 مقسومة على مجموع الأربعة مع بعض اللي هو ربع زائد ربع زائد 27% زائد 72%. كده أنا عملت normalized في اللير رقم 4. في اللير رقم 5 هاخد الويتس دي اضربها في الواي، والواي هتيجي من ادي مثلا عندي 5 اوتبوت، هبقى اول واحد عندي W1 في Y1. W1 جبناها، Y1 لسه ما جبناهاش، والاوتبوت الثاني W2 في Y2، وبعدين W4
في y4 بلس w5 في y5. والواي دي يا شباب هنجيبها من الايكويشن اللي هي دي لكل ويت على حده اللي هي اي واحد في اي واحد اللي هو السهم اللي طالع بره ده رايح على رقم 5 على طول اي واحد في واي واحد زائد بي واحد في اي 2 زائد الكوفيشنت سي اللي بنسميه البايس يعني اللي هم عملنا ليهم سمبليفيكيشن في الجزء الاولاني هنا. طلعت كل واي اضربها في الويت هيطلع لي اول اوتبوت وتاني اوتبوت والاوتبوت رقم 4 والاوتبوت رقم 5 واحنا اتفقنا دول اللي حصل لهم فايرنج فرقم 3 و6 و7 و8 و9 بزيرو دول الاربعه اللي مكملين معايا. هحسب الاوفر اول اوتبوت اللي هو ده عباره عن السمشن بتاع الاربعه اللي جايين من اللي هي الرقم 5. اقارن ده بالفاينل اوتبوت بتاعي اللي هو الديزايرد واشوف عندي ايرور قد ايه. البرفورمانس بتاع الالجوريثم ده يا شباب بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على الممبر شيب فانكشن بتاعتي ويعتمد على الاي والبي والسي اللي هم الكوفيشنت اللي بيتضربوا في كل ويتس. في حد عنده اي سؤال يا شباب في الجزء ده؟ ده ديسكريبشن سريع للادابتف نيرو فازي انفرنس سيستم اللي هو الاي ان اف اي اس اركيتكتشر. في حد عنده اي سؤال؟ في السلايد اللي قبلها معلش يا دكتور. حضرتك في النوت حضرتك كنت تقصد ان النتورك ديت بتحاول ان هي تترين عشان تظبط الممبرشيب فانكشن بتاعتها والفاليوز بتاعت الاي والبي والسي صح؟ هو احنا في الاول بنعملهم راندوم بنحط الممبر شيب فانكشن الدايمنشن بتاعها زي ما زي المره اللي فاتت كده هنشوف الستارت كام ونحسب بالفانكشن بتاعه الماكس والمينيمم علشان نعرف الاند بتاعها قد ايه او بتمشي بستيب قد ايه تمام كده باستخدام اللي هي البي اللي هي البايس. وانا في الاول حطيت الاي والبي والسي دول راندوم حسب اللي بيحكي الستوري مثلا اعرف اهميه كل لينجويستيك فاريبل من الرول بتاعي. يعني مثلا لو انا عندي مثلا تو فاكتورز للواحد ينجح في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الامتحان. اقول مثلا اف لو الشخص مثلا حضر كل المحاضرات ده اول كونديشن اند ده في اول انبوت اند جاب الفول مارك في الميد تيرم هيجيب ايه؟ هل حضور الشخص للامتحان يعادل اللي بعد الاند ان هو جاب الفول مارك في الميد تيرم ولا المفروض دول ياخدوا فاليوز مختلفه؟ لا فاليوز مختلف. دول اللي هيمثلوا الاي والبي تمام والسي دي بيبقى زي زياده كده عشان مينيمايز زي ما كنا بنعمل في النيورال نتورك بيكون عندي تو انبوتس وازود البايس اللي هو الويت رقم اللي هو دبليو 0. طب انا حطيتهم دول في الاول راندوم او حطيتهم باي اي اي مثلا اوبتمايزيشن تكنيك لو الاوتبوت بتاعي طلع بعيد عن الديزايرد اوتبوت مش المفروض اعمل اوبتمايزيشن واغير الفاليوز دول؟ لازم اغير الفاليوز دول عشان يعمل اوبتمايزيشن يعني. فانا لو عايز اطلع نتائج كويسه ايه البارامترز اللي انا هغيرها في النيورال نتورك؟ هما التو بارامترز دول اللي هي الممبر شيب فانكشن فاليوز حسب الويتس بتاع الفي 1 والفي 2 لان دول اللي بحطهم عشان لو انتم فاكرين عشان اعرف الستارت والبوزيشن اللي هيتغير كل مره من الممبر شيب فانكشن يعني تبتدي منين لفين. لو انتم فاكرين المره اللي فاتت كانت الممبر شيب فانكشن مثلا بتبتدي من اول هنا واللي بعدها دي كده مثلا قلنا مثلا من 1 ل 10 بس 1 ل 10 ده كبير بالنسبه للي عندي فاستخدمت الويتس عشان اشوف 1 والنكست ستيب بتاعتي مثلا بدل 10 بقت 6 حسب الويتس اللي عندي اللي هي البايس. وعلى اساس الدايمنشن اللي تحت ده لما جالي 5 حطيت ال 5 هنا وشفت هي بتانترسكت في انهي لينجويستيك فاريبل. فلو ال 6 دي كانت متغيره الفاليو بتاعت اللينجويستيك فاريبل هتتغير. فالفاليو اللي طالعه داخله على ويت على اللير رقم 2 هتتغير. فانا كل مره بغير الويت بتاع اللير رقم 2 هيتغير الفاليو بتاعت الممبر شيب فانكشن. فده اول حاجه بغيرها عشان اوصل لنتائج احسن اللي هي
الممبرشيب فانكشن فاليوز. تاني حاجة هغيرها في السجينيو ابروتش دي ان انا اغير البرامتر بتاعت الاي والبي والسي، اعمل لها ابديت عشان اوصل لنتائج احسن. دول التو بارامترز اللي هم هيساعدوني ان انا اعمل ابديت للنيورال نتورك دي، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان النيورال نتورك بتحتاج اعمل لها ابديت في التريننج، يعني مش من اول مره هديها السامبل تعمل له تريننج هتطلع ويتس صح، لا انا بعمل لها تريننج، لو طلع صح بروح للنكست سامبل، طلع غلط بعمل ابديت للويتس. هنا هعمل ابديت للتو بارامترز، هعمل ابديت للممبر شيب فانكشن فاليوز وهعمل ابديت للاي والبي وسي. لو انتوا فاكرين من المره اللي فاتت كنا هنعمل ابديت لكام حاجه، كان عندي كام حاجه اعمل لها ابديت؟ انا كنت بابديت الويتس بس، الويت بس كان عندي تو ديفرنت ويتس، ويتس في الانبوت اللي اسمها في وويتس في الاوتبوت اللي اسمها دبليو، ودول بيتغيروا علشان نغير الممبر شيب فانكشن اللي عند الديفازيفيكيشن صح؟ ايوه لازم برضو نغيرها. تمام كده؟ دي البارامتر اللي انا هغيرها. نصب بقى ناخد اكزامبل يا شباب سريعا كده. الاكزامبل ده قال لي عندي 2 انبوتس اي 1 واي 2، اول واحد ليه 2 لينجويستيك فاريبلز ال دبليو اتش، وتاني واحد ليه 2 لينجويستيك فاريبل سمول وال ار. طبعا دول 2 لينجويستيك فاريبل في اول انبوت و2 لينجويستيك فاريبل في تاني انبوت، هيجنريتوا اربعة نودز في كل اللايرز اللي جايه، هيبقوا اربعة لايرز في اللاير رقم 3، وهيعملوا اربعة نودز في اللاير رقم 4، واربعة برضو في اللاير رقم 5، وطبعا في اخر لاير ده بيكون 1 نود اللي هي السمشن بتاع اللي موجودين في اللاير رقم 5. اوكي كده يا شباب. اول خطوة هيديني، لازم يديني الانبوت 1 وانبوت 2 اللي انا هطلع بيهم، هيديني الفاليو بتاعت اي 1 والفاليو بتاعت اي 2، وهيديني الفاليو بتاعت الديزايرد اوتبوت عشان لما اطلع انا الاوتبوت اقارنهم ببعض. لازم هيديني زي انيشال ويت ل في 1 و في 1 2 وانا اجمعهم واقسم على عددهم، او لو ما ادانيش اسيوم اي فاليو في الويتس اللي هي في 1 1 اول واحده دي في 1 1 وفي 1 2. نفس الكلام هيديني في 2 1 وفي 2 2 وانا اجمعهم واقسم على عددهم، او هو هيديني الافرج مره واحده او انا هاسيوم. بعد ما يديني دول، يا شباب المفروض على اساس ال V11 وال V12 دول بدخل في نفس الايكويشن بتاعه الميكس الماكس والمينيمم عشان اغير الدايمنشن بتاع الممبر، عشان بتاع ال الممبر شيب فانكشن الستارت بتاعها وبتزود بكل مره قد ايه، الايكويشن اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. فهستخدم ال V11 وال V12 لاول لينجويستيك لاول ممبر شيب فانكشن، وهستخدم في 2 1 وفي 2 2 واحسب الافرج لتاني لينجويستيك فاريبل، ومنها هطلع الممبر شيب فانكشن الجديده البدايه بتاعتها والنهايه. بعد ما احسب دول هشوف بقى الرقم الكريسب اللي دخل وحسب اللينر فانكشن بتاعتي اللي هي لو ما ادهاليش هيبقى المابنج بتاعها هو بتاع الانبوت، وادخلها على الفانكشن الممبر شيب فانكشن واعرف الرقم بتاعها بكام از فازي فاليو. هشوفه كام في ال LW وكام في ال H وكام في ال SM للنود رقم للانبوت الثاني وكام لل LR، وبعدين ادخلهم لللير رقم 3 واعمل لهم مالتيبليكيشن. يعني مثلا اول واحده طلعت مثلا بربع والثانيه ب 0.7، يبقى اجي عند W عند O31 او الاوب بتاع اللير رقم 3 النود رقم 1 هتبقى عباره عن الربع في الفاليو الثانيه مثلا لو كانت 0.75. ونفس الكلام هنا اضربهم في بعض، نفس الكلام هنا اضربهم في بعض. اللي طالع من هنا ده اسمه W، فهيبقى عندي هنا W1 وهنا W2 هنا W3 هنا W4. بعد ما اطلع الاربعه W لو ليهم كلهم فاليوز يعني ما فيش حاجه بزيرو،
هدخلهم على اللاير اللي بعدها اللي بيعمل نورماليزيشن. نورماليز ازاي؟ اجي عند اول واحده دي W1 واقسم W1 على المجموع بتاع الاربعه، واحسب واقسم W2 على المجموع بتاع الاربعه، واقسم W3 على المجموع بتاع الاربعه، واقسم W4 على المجموع بتاع الاربعه. بعد ما اخلص ده بقت عندي W1 نورماليزد، وعندي W2 نورماليزد، وعندي W3 نورماليزد، و W4 نورماليزد. واحسب في نفس الوقت اول واي عندي بتاعت اول واحد اللي هي A1 في اول انبوت زائد B1 في تاني انبوت زائد C. طب اجيب منين الاي والبي والسي؟ لو عندي اربعه رولز هيبقى عندي جدول كده في البرامتر بتاع الاي والبي والسي، يقول لي مثلا عند رول رقم واحد الاي بكام انيشال والبي بكام والسي بكام، عند رول رقم اتنين الاي بكام والبي بكام والسي بكام، عند رول رقم تلاتة الاي بكام والبي بكام والسي بكام، عند رول رقم اربعة هيقول لي الاي بكام والبي كام والسي كام. استخدم دول بقى وانا بحسب اول رول، استخدم اول اي وتاني بي واول بي واول سي، وانا في تاني رول استخدم A2 وB2 وC2، وانا في تالت رول استخدم A3 وB3 وC3، وانا في اخر رول استخدم A4 B4 C4. بعد ما طلعت اول واي وتاني واي وتالت واي ورابع واي، اضرب Y1 في W1، وعند النوت 2 اضرب Y2 في W2 نورماليز طبعا زي ما احنا اتفقنا، وعند النوت رقم 3 اضرب W3 نورمالايزد في Y3، وعند 4 اضرب Y4 في W4 نورمالايزد. بعد ما احسب دول اجمعهم مع بعض وهيكون ده الاوتبوت اللي طالع عندي اللي هو 611، هو نود واحده بس، واشوف الفرق ما بين الاوتبوت اللي طالع لي مع الديزايرد اوتبوت اللي مدهولي. ده يعني بالتفصيل كده الخطوات اللي احنا هنعملها عشان يبقى معايا انبوت واعمل تريننج باستخدام الادابتيف نيورو فازي انفرنس سيستم. في حد عنده اي سؤال في السيكونس بتاعي؟ في حد عنده اي سؤال يا شباب او سامعيني كويس؟ ده المهم يعني. ايوه سامعين حضرتك يا دكتور، بس في سؤال. طب تمام. طيب ده مثلا اهو التو لينجويستيك او تو ممبر شيب فانكشن، اول واحده ليها تو ممبر شيب فاليوز او تو ممبر تو لينجويستيك فاريبلز ال دبليو اتش، وده الاستراكشر بتاعهم تو رايت انجل تريانجل، ونفس الكلام هنا تو رايت انجل تريانجل السمول والال ار. البدايه بتاعتها بيديها لي، والديستانس دي هحسبها من الايكويشن اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. نفس الكلام الديستانس دي هنحسبها بالايكويشن بتاعت المره اللي فاتت اللي هي حسب المينيمم والماكسيمم بتاعي. هيديني ال V1 وال V1 2 وهما ايكوال V1 افريج، وهيديني V2 3 وV2 4 وهما ال V2 افريج، وبيقول لي الماكسيمم نمبر اوف رولز عندي 2 لينجويستيك فاريبل في اول واحده تايمز 2 لينجويستيك فاريبل في ثاني واحده هيدينا 4 بوسيبل رولز.